مرحبا بكم. طبعا ما كل الناس يا قاعد تصبر انه يستمع يبدو ان في مساءة انه انت على الاقل يعني تستمع او تعمل يعني على الاقل تمشي الجو عشان انت تقدر تشاهد اللايف كويس. ان احنا بنجي هنا قاعدين ناخذ معاكم زمن وبنجركم معانا في الزمن، فلذلك لابد انه الناس تروق اعصابها. الناس اللي بيجوا اعصابهم سخنه، والجايين الجاي زعلان من يوم شغله، والجاي يعني عنده مشاكل في البيت، والشاكل له مع زول والماء والفلسان كله بيجينا في اللايف فيديو هنا، بيجي بكبو فيني بعدين في ادوار كله زي ده يجي يكبو فيني كده بس. ياو يعني انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه؟ ده مشاكلك. سو لذلك ان احنا بنجي هنا رغم انه كلنا بنعمل يعني بنشايلين اجالنا ومشاكلنا. سو دائما لازم نبرد اعصابكم، نروق اعصابكم شويه، ونبرد اعصاب بتاع الناس الجاي مشاكل مع مرته، والجاي مشاكل مع حبيبته، والما فاطر والما يتغدى والمشي شغل وطردوه والمشي عمل له ارتكب له جريمه. ده كله الجرائم دي كلها بيكونوا ماسكين كتله كده، لما ندور يجي لايف فيديو يشيلوا الوساخه دي كله يجي بس قاعدين يسبوا فينا. فلازم انا اطول بالي معاكم وبرضه على الاقل نروق لكم اعصابكم يعني. فمرحب مرحب بكم كلكم في اللايف فيديو كل المشاهدين. يا مرحب بكم مرحب بكم. اني نزلنا بنيجي اعصابنا بايظه ومارقين من المحاضرات وزول زعجان، لازم تعمل كول داون لاعصابك وتشرب لك الشاي وبعدك عشان تجي للناس وتقدر تواجه الناس. هو كل زول عنده مشكله بتاعه. So كل زول عنده مشكله بتاعه، but you keep your problem with you. لما تجي محل بتاعت لارا نفر، your problem just put it down and eat your problem، بعدك نتكلم في مشاكل بتاعت جماعه. المهم مرحبا بكم، وسعيدين جدا سعيدين جدا نلتقي بكم. وزي ما وعدتكم في اللايف الفات يعني بقولوا دائما المشوار بتاعت 1000 ميل قاعد تبدا بميل واحد، وبدينا بميل واحد. عدم الجديه الحكومه ما يعني ما يلتزم بها خلال 3 سنوات. عنين الان ماشيين ل3 سنوات، وكنا بنتحدث عن القضايا بتاعت الجماهير في جنوب السودان. عشان كده قلبا كتير الناس كتير ما بيفهموني لما انا نشغل اغاني بتاعت وردي وباقي الاغاني الثوريه في السودان طوال، يقولوا لي ورا حاجات بتاعت جلابه وكده. وردي طبعا الانسان ذوق، وفي النهايه طبعا البيئه اللي انت تربيت عليه واللي بتفهمه كويس ده اللي انت يعني بتستمع له. فده الجو اللي انا الجو اللي تربيت فوقه يعني. So لذلك غالبا لانه اغاني عندها معاني وعندها رساله في حياه بتاعت ناس. وهنا قاعد نتكلم عن القضايا بتاعت الجماهير. لذلك دائما بنشغل الاغاني اللي عندها معاني واللي هي جزء من التاريخ وكلمات قويه عشان يذكرنا دائما بانه انينا بشر في النهايه، ومهما اخطانا في النهايه انينا بنحقق الهدف اللي انينا ماشيين قدامه. طبعا في 3 القضايا اللي انا قلت لكم المره اللي فاتت في اخر لايف فيديو واللايف اللي قبله، انا كنت قاعد اعمل منشن للناس انه يا اخوانا في 3 قضايا اساسيه. ال3 القضايا الاساسيه ديل اتحل منهم قضيه واحده اللي هي قضيه بتاعت الولايات. رغم انه هنالك تحفظات من القياده بتاعت الايو وبعض القيادات، لكن في النهايه في بعض الحاجات بتحلى عن طريق الحوار، والناس ممكن تصل للاتفاق في القضايا الخلافيه. النقطه المهمه انه رغم انه الموقف بتاع العيو طلعوا من موقفهم وعنده تحفظات، وده حق مشروع للدكتور ياق مشار ان يتحفظ في القرارات بتاعت في القرار الريزولوشن اللي طلعوا الرئيس كير مياردي ان اديشن لكرييشن بتاعت نيو ادمنستريتيف ارياس. وانا اجي اتكلم عن الحاجات دي لكن ما حسب بعدين، انا نركز على الاسف في البدايه، انا ده نركز على النقاط المهم للناس المشاهدين عشان الناس اللي قاعدين في جنوب السودان اللي يمشي نومه في نقاط انا داير اركز عليه. من 3 القضايا يتحل القضيه بتاعت الولايات، والقضيه الثانيه لانه اهميه بتاعت القضيه بتاعت الولايات كان في انه قسمت مجتمع بتاع جنوب السودان الى القبائل، وفي اغتصاب بتاع اراضي بتاعت مواطنين
بقرار من رئيس كير. طالما ده اتحلت already we are not going to talk about it again. في بعض الإشكاليات زي في أراضي بتاعت مادي برضو في بعض المشاكل برضو ناس الأنياق برضو عندهم مشاكل, لكن المشاكل دي بتتحل, المشاكل دي بتتحل, كل زول ترفع قضية بتاعك والقضايا دي تتناقش, لأنه في النهاية طالما أنا بترجع إنه الهدف الأساسي كشعب بتاع جنوب السودان تعايش في وطن واحد, كلنا كل زول يلقى حقه. الهدف الأساسي هي الحقوق, الوطن أساسها حقوق والواجبات. يعني أي زول أنت قاعد في جنوب السودان عندك حق والواجب بتاعك. ده الهدف اللي نقدرنا نصليه, إنه المواطنة في جنوب السودان ليست على أساس القبيلة, ليست على أساس القبيلة, ليست. وأنا لما أنا كنت أنا مبارح كنت قاعد راجع اتفاق السلام عام 2005, يعني لما جاء اتعمل التعداد السكاني في 2008, اتعمل التعداد السكاني في 2008 الحركه الشعبيه, الحركه الشعبيه, انا داير الناس تنتبه لكلامي ده كويس, الناس المشاهدين اللايف فيديو انا داير نذكركم لبعض الحاجات. الحركه الشعبيه لما عملوا التعداد السكاني, الحركه الشعبيه اصرت انه لازم في الاستماره بتاع التعداد السكاني يتم تضمين الدين والقبيله, القبيله بتاعك شنو. المؤتمر الوطني في الشمال رفض, مؤتمر الوطني في الشمال رفض, وده كان واحد من العقبات الواجهت تنفيذ اتفاق السلام الشامل بين الحركه الشعبيه وكذلك حكومه السودان المتمثله في المؤتمر الوطني. ولكن لما الناس اللي ما بيعرفوا التاريخ كويس, انا داير اذكرهم تاريخ لانه ده بيفيدنا في تجربتنا هنا, ناس قاعد نستخدمه انه هنا نطلع برا من الواقع اللي احنا عايشينه. للناس اللي ما بيعرفوا انه بالرغم انه الحركه الشعبيه رفض, لكن الرئيس كير هو ريكي براس, رئيس كير شخصيا بريزيدنت كير هو ريكي براس, وما يشتغل بقرار بتاع الرفاق بتاعه ومشى وقال له تعداد الدكاني يمشي, تعداد السكاني يمشي لقدام. وطبعا ده كان قراره وريكي براس, وتعداد الدكاني اتعمل في 2008. لكن يو كان اسك انه ما كان السبب بتاع انه الحركه الشعبيه طالبت انه يتم تضمين القبيله ودين في الاستماره بتاع الاستبيان, رغم انه الاشياء دي ما ممكن يعني تهم غير انها هي القضايا الاصلا اللي بتشجع الروح بتاع القبليه والروح بتاع الانقسام في وسط بتاع المواطنين على مستوى الوطن. النقطه الثانيه الان هنا باقي القضيه بتاع العداله الانتقاليه, وقضيه بتاع العداله الانتقاليه مربوطه مع تكوين الحكومه وقبول بتاع الطرفين. أنا داير أركز عليه الليلة, أنا داير أركز على اتفاقية الاتفاق الأمني اللي هي الترتيبات الأمنية في جنوب السودان, الترتيبات الأمنية وأهمية بتاع, أنا داير نوري الناس إنه أهمية بتاع الترتيبات الأمنية بتكمن إيه. ولعلمكم, لعلم الناس المشاهدين لهذا اللايف فيديو, حتى ولو حلل القضية الولايات ولم تحل قضية بتاع الترتيبات الأمنية, لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية, لن يتم تشكيل الحكومة الانتقالية, لأنه أي تشكيل حكومة الانتقالية مربوطة بالإجراءات الأمنية ومربوطة بالترتيبات الأمنية والوضع الأمني في البلاد, بأيسو إنه الناس ما ترجع للحرب. وأنا قبل ما أستهين على الكويس إنه للناس, أنا مشيت جبت الريبورت بتاع الجيماك الآر جيماك كلهم الـ يعني كوارتر الريبورت, وبالذات ال يعني اللقاءات بتاع الرئيس بتاع الجيماك أغوستينو اللي هو جنرال امباسادر فريق اول أغوستينو. انا جبت القضايا دي ليه؟ لانه انا داير اشير لها, لانه التقارير دي بيوريكم هل فعلا ممكن يتم تشكيل حكومه الانتقاليه ولا لا يتم تشكيل حكومه الانتقاليه. وده ما كلام بتاع ريدوارد, ده كلام بتاع جيماك ذاته. الناس القائلين الكلام ده جيمك هم نفسهم, ما ادوارد, يعني ده ما تقرير بتاع ادوارد ولا تقرير بتاع العيو, لان انا بشوف يقول ادوارد ده شغل بتاع العيو ولا تقرير بتاع الحكومه, ده الاوبزرفيشن بتاع الجهه المنوطه بتنفيذ بتاع الترتيبات الامنيه في بلاد. وانا بيجي اتكلم عن الحته دي بالتفصيل, لانه انا زي ما انا كلمتكم انه التركيز بتاعي الان انا هنا في جو بتاع السلام, والخطاب شكلها هتتغير, لانه يعني شكل الخلافات الحاده
الكانه موجوده بين بين بيناتنا والحكومه. انا افتكر مع الاسن النوايه الابداء والرئيس كير واخذ القرار ورجع البلاد للمسار الصحيح. افتكر وي هاف تو سبورت ذيس ايشو. كلام ده انا قلته قبل كم يوم، لكن الناس ما تفهمني غلط، الناس ما تفهمني غلط، الناس انا بكرر الناس ما تفهمني غلط. اي حته انه ايدو قال وي سبورت القرار بتاع انه ناس تدعم السلام، ما تفهمني غلط وتقول انه ايدو معناه ايدو ما يقدم نقد للحكومه ثاني. نو ما تفهموني غلط، انا ده نوضح الكلام ده للناس. في فريق بين تقديم نقد للحكومه وفي فريق بين دعم الاتجاه بتاع السلام انه التجاه يمشي لقدام. انا هاف تو ميك ذيس كلير للناس عشان، لكن اما النقد للحكومه الاخطاء بتاع الحكومه القاعد يعمل تو بوش دم، I will keep on that track. ده اصلا ما فيه compromise مع اي زول هنا، ما لم يصل يكون هنالك تغيير حقيقي على مستوى جنوب السودان. فالنقطه ده انا كنت لازم نوضح للناس انه عشان الناس ما يفهموني غلط. والله انه يدور خلاص قال ندعم قرار بتاع كير، معناه يدور انت ما تقدم نقد للحكومه. لا، مايكل مكوي مبارك قال في جوبا، قال للناس بتاع السوشيال ميديا يا اخي انتم بطلوا بتعملوا فوقه وخلوها ندعم السلام. ما عندنا مشكله يا كبري، انتوا رجعتوا البلد للمسار الصحيح، والكلام اللي قلتوه والقالوا وتنويك راح شمار مرقه، وي دونت هاف اني بروبلم اباوت ذات. ليت اس فوكس انه تو بيل اور يونيتي كشعب بتاع جنوب السودان ويتم تشكيل الاقوى مع تركيز، مع تركيز، تركيز على النقاط المهمه وتقديم نقد للحكومه جنوب السودان حتى تستقيم المسار. خليني انا قبل ما انا بيجي بعدين في بعض الولايات، انا دير 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 اديكم دير اقول حاجات عن اخذ نموذج بتاعي. بالمناسبه انا دير اشير للاتفاقيه السلام الوقعت في عام 2005، انا دير اشير للاتفاقيه السلام الوقعت في عام 2005 وبالذات الاتفاقيه ترتيبات الامنيه بتاعت نيفاشا. لو الناس لاحظتوا لاحظتوا انا عشان نربط، لانه المرجعيه انا لما كنت قاعد نفتش يومين الفاده، انا كنت قاعد اعمل ريسيرش، انا كنت قاعد نفتش في المرجعيه. المرجعيه اللي هنا ممكن ناخده كتجربه مثيله للواقع اللي هنا قاعدين نمر به، والاتفاقيه اللي مرينا به حاسه في جنوب السودان اللي هي اتفاقيه بتاعت 2005 2015 اللي هي فشلت في 2016، والان الاتفاقيه التنشيطيه الORRCS الاتفاقيه التنشيطيه للاتفاقيه السلام الوقعت في 2015. والنقطه المثيله ليه المثيل له، لو في تجربه مثيل له بالمناسبه، لو في واقع مثيل لنا هنا في جنوب السودان، ده واقع بتاع الدوله بتاع انغولا، واقع بتاع الدوله بتاع انغولا، والتجربه بتاع انغولا انا عايز اتكلم عنها في اللايف منفصل خلال الايام الجايه، لانه التجربه بتاعت انغولا لما تقوم تعين له وتعين له كويس بتلقاه انه التجربه بتاعت انغولا متشابه مع تجربتنا في جنوب السودان. عندهم الحركه الشعبيه يونيتا كان حاربت، وعندنا الحركه الشعبيه لتحرير السودان، وانت بتجي تلاحظ انه الحركه الشعبيه بعد ما وقعت اتفاق السلام وانفصلت جنوب السودان اصبحت الحركه الناس اتقسمت لقبائل الجنرالات وبدات تمارس الارقيه والقبليه والقزاره وبدات تمارس معامرات ودمرت البلاد ورجعت البلاد للحرب الثانيه. بالضبط This is what happened في انغولا. This is what happened في انغولا، وانا ما اقدر اتكلم عنه الليله. اجي اتكلم عنه في لايف منفصل، لانه التجربه بتاعت انغولا في ضروره. ضروره انه نحن ندرسها ونرجع لها، وانا بجي. التجربه الثانيه بتاعت الوطن متعدد المجموعات ومتناقض القبائل، ده التجربه بتاعت غانا. ده برضه لانه بتاعت غانا ده how can people live in diversity؟ المجموعات الكثيرة دي ممكن تعيش كيف في الوطن متحدد ومتنوع؟ ده برضو هيكون في اللايف آخر، ده هيكون في اللايف آخر. لكن المهم بالنسبة لي هسه اللي هي أن إحنا ناخد النموذج بتاع اتفاقية النيفاشا اللي هو بزال اتفاقية الترتيبات الأمنية الوقعت يوم 25 ديسمبر 2013. وبالمناسبة لأنه أي اتفاق، أي نجاح بتاع اتفاق هي بتكمن بالذات مع الحركات المسلحه والجماعات اللي كانت بتحارب مع بعضها. اي نجاح، ضمان نجاح هذه الاتفاق هي بتكمن في تنفيذ الترتيبات الامنيه.
وانا داير اديكم نموذج قبل ما نمشي قدام. لاحظوا الاتفاقيه اللي وقعت في اليمن بين الهوثيين والباقي جماعه ديل قبل يومين. شوفوا الهوثيين امبارح والهوثيين امبارح اطلقوا الصراع بتاع 1500 اسير معتقل. يعني انا شخصيا انا كنت مستغرب، ولكن الكويس الان الاشاره لينا ممكن نشير له في تجربه بتاع اليمن الاتفاق بتاعهم هسه النموذج انه المهم شنو؟ انه الهوثيين رغم انهم كانوا بيهاربوا لكن اطلقوا الصراع بتاع 1500 من جنسيات مختلفه بما فيهم سودانيين وسوديين وكويتيين وديفر. الحركه الشعبيه في جنوب السودان في التبادل بتاع الاسرى مع الاي او لم تطلق ولا جند واحد. الاتفاق بتاع 2018 الحركه الشعبيه لم تطلق ولا جند واحد. وده سيم المنتاليتي نفس البيهيفير بتاع الحكومه السودان في عام 2005. الحركه الشعبيه لتحرير السودان سلمت اسرى حسر الحرب للصليب الاحمر وسلموهم لحكومه السودان. ده انت بتاخد. وبالمناسبه ده النقطه ده مهم ليه؟ النقطه بتاع اطلاق الاسرى والمعتقلين السياسيين هي قاعد يكون مهم ليه؟ لانه هي خطوه في اتجاه انه نحن في مرحله بتاع السلام كويس، والسلام ده انتهى والحرب انتهى وهنالك جديه انه كل الاطراف دي هي جاده عشان تنقل نفسها للمرحله الثانيه جديده في تاريخها العسكري والسياسي. ولكن في حاله انه الاطراف ذاتها في طرف ما عنده اسرى او في طرف لم تطلق صراع المعتقلين السياسيين، بوريك انه هنالك الطرف ده ما جدي في انها تطبق اتفاق السلام. وده السيم بيهيفير بتاع حكومه جنوب السودان من 2015 ليومنا هذا العادي يوم 14/5 ابو المباراه كير طلع قرار بتاعهم ده. كير اول حاجه حكومه جنوب السودان لم تطلق صراع بتاع المعتقلين السياسيين. اطلقهم ديل تم بطرق انه والله ديل دخلوا محاكم، لكن المعتقلين السياسيين وحتى الاسرى ما موجودين. ليه؟ لانه الناس ديل ما they don't keep ما بيتفزوا بالاسرى. كويس، ما بيتفزوا بالاسرى. ده جانب اتفاق نيفاشا. انا قاعد اقول الكلام ده ليه؟ لانه تجربتنا هسه في جنوب السودان وحسب التقارير بتاعت جيمك في جنوب السودان اللي هي الجهه المنوطه بها انها تراغب وتنفس اتفاق السلام، قاعد ياكد انه لا توجد هنالك جديه لتنفيس اتفاقيه السلام بالذات لدى حكومه جنوب السودان. وانا جاي نتكلم والباقي قدامنا تقريبا الليله less than 10 days or 20 days عشان يتم تكوين الحكومه الانتقاليه. عشان كده انا كنت قاعد اسال ناس امبارح الاطراف اللي قاعد تحارب هسه، طيب اذا الوضع ده بشكل ده، وانا بيجي انا جاي نتكلم عن ده بالتفصيل، اصبروا لي بس. اذا كان الوضع بهذا المستوى، what is going to happen؟ من الناس اللي انا اتكلمت معهم من اذا كان السياسيين والعساكر they are saying hey we don't know but we are going to see what a god will do. انا قاعد اناقش الخطاب ده لانه احنا فعلا بقينا في مرحله بتاعت سلام حقيقي، والخطوه بتاعت الولايات دي خطوه في انه يكون في سلام حقيقي في جنوب السودان. وعشان كده انا بجيب لكم الحاجات اللي نناقشه نخطه في الطربيزه قدامكم كلكم كشعب بتاع جنوب السودان عشان الناس تعرف وينو الحقيقه وينو ما الحقيقه. كويس، بعدك من هناك ان هنا كلنا اذا فعلا حكومه بقى جادي حقيقي بالقرار بتاع كير الاخيره، انا افتكر وي كان بوش توجذر ويز ذم ان انه بلد ثاني ما يرجع في الحرب ثاني. جنوب السودان ما في زول ثاني يموت فوق ثاني، ولا في زول يموت ثاني فوق باسم قبيله ولا وات ايفر. وي دونت وانت ذس تو هابن اجين. So let us go في اتفاقية بتاعة النفاشة. في اتفاقية النفاشة المهم بالنسبة لي انه من خلال بتاعة 6 شهور حسب الاتفاقية بتاعة النفاشة، يا خلال 6 شهور اول حاجة يتم تكوين قوات مشتركة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان. واقل من وزن 6 شهور الفترة كان موضعة في الاتفاقية استطاعت حكومة السودان
أن تنقل القوات الأخرى الخارج القوات المشتركة في جنوب السودان كلها، أن تنقل القوات دي وتنقل لوين؟ للسودان. لأنه أنينا ممكن نقول إنه والله فعلا حكومة السودان هي كانت دولة، وحكومة السودان كانت جاهزة، والسودان البنية بتاعها تحتية قوية، والمؤسسة العسكرية في السودان هي واحدة من المؤسسات العسكرية. أنا هنا ممكن أقول ده مؤسسة عسكرية عندها أعداد. لذلك استطاعت الحكومة السودان استخدام كل الآليات اللي كان موجودة لديها، الطيارات وبرن والعربات وكده، ونقلوا وانسحبوا في الشمال وتركوا في الجنوب القوات القوات المشتركة. المعلومة اللي أنا داير نضيفها للناس، حتى الميليشيات بتاع المؤتمر الوطني، والمعلومات اللي أنا داير نضيفه للناس للجنوبين، حتى ميليشيات المؤتمر الوطني في اللي كانوا بيحاربوا مع الحركة الشعبية، الاتفاقية، أنا أشير للبند في الاتفاقية، أنا داير نشير للبند في الاتفاقية. الاتفاقية بتاع النفاش أشارت للنقطة مهمة جدا، إنه حتى الحركة الشعبية وحكومة السودان، الميليشيات الموجودة لديهم أو قوات الصديقة الموجودة لديهم غير مسموح لهم للتحرك خارج أطر هذه القوى المشتركة. يعني شنو؟ يعني مثلا القوات بتاع الميليشيات في النص ما دايرين أي قوة تاني في النص. إذا أنت ما كنت مثلا قوات مشتركة، الجهة بتاعك ده يقوم يحتويك. وده النموذج ده فعلا قدر تنجح. فشل وين؟ الفشل بتاعك كان وين؟ الفشل حتى لو يتو لحصوا، أنا ما يعني أنا باخد تجربة واحدة، أنا باخد تجربة بتاع ملكال بتاع عام 2006، التجربة بتاع ملكال بتاع عام 2006، وتجربة ملكال لو أنتوا كنتوا ملاحظين إنه القوات بتاع جنرال جابرييل تانغ الله يرحمه، جابرييل تانغ قوات بتاعه طبعا من القوات الصديقة اللي كان قاعد يحارب مع حكومة السودان، وحكومة السودان استوعبهم في قوات بتاع عشان هم يكونوا قاعدين، لأنه حكومة السودان كان عندها النوايا إنه مثلا لو بقى في أي مشاكل you can use those forces، ممكن يستخدم هذه القوات. وفعلا الأحداث بتاع ملكال 2006، أنا كنت قاعد في ملكال، الحرب كان شرس جدا، البدو المشكلة كان قوات بتاع تنين والميليشيات الثانية كان بتاع مورلي والجماعات دي كلهم النازل لديوان ستارج المشاكل، لأنه حكومة السودان بقى كان دخلوا لبسهم الكاكي بتاع القوات المشتركة في جنوب السودان عشان لو بقى في أي مشكلة تاني ممكن يصل ديل you can use those forces، لأنه ما كان داري فيكم للحركة الشعبية أو يتم استيعابهم. ده جانب. طيب الآن أنين الآن يا أخوانا النقطة المهمة الآن داري أشير له، إنه القاعد يصل الآن في جنوب السودان أنهنا أبناء وطن واحد. يعني هسه في الجنوب ما عندنا مؤتمر الوطني، بل عندنا كلنا الجنوبين، وديل كلهم قيادات بتاع الحركة الشعبية كله كان جاي من خلق. سو أنينا دايرين شنو؟ هل أنينا نتوقع إنه مثلا ناطد ماطل وده كيب دوز فورسز من الميليشيات ومن المعرفة الوديفر ديل الكوانوم ديل البايبوزوك والباشمرقة إنه they can be used against الزولة تاني مثلا؟ This question we need to answer this and we need to discuss it. ليه؟ لأنه الهدف الأساسي إنه القوات دي ذاتها سبب أساسي إنه كون إنه قوات دي تكون قاعدة خارج المؤسسة العسكرية، وتكون قاعدة خارج الاستيعاب، القوات بتم تدريبهم، والجيش الموحد الممكن بعد الفترة الانتقالية يكون قوات بتاع جنوب السودان، وكذلك المؤسسات الأمنية الأخرى من جهاز الأمن وشرطة وبوليس، ده في حد ذاته أتظل أجر أسرة أمام الاستقرار في جنوب السودان، أجر أسرة أمام الاستقرار في جنوب السودان. لذلك أنا قاعد نركز إنه طالما كلنا عمنا وطن واحد، وإذا كان في مشكلة بتاع صيغة النقطة ده we need to discuss it في المنابر ده، بالذات في المرحلة ده هسه دارو ناقشة حاجة. ليه دارو ناقشة؟ دارو ناقشة لأنه أنا هناك الجنوبين we need to agree إنه we are not enemy of each other، أنا ما أعداء للبعض، we are not enemy of each other. إذا كان هي صراع سياسي، it can is that it was a political conflicts among or between the political leaders, it has nothing to do مع القبائل، it has nothing to do مع لينة السقط من قبيلة بتاعك، you can use them. النقطة ده كجنوبين we have to address this issue. ليه؟ لأنه if we do not address this issue carefully ما بكون في استقرار في جنوب السودان. ليه؟ لأنه لسه بكون في ضغائن، والناس دي لسه بكون مشهونة جواو،
ويعني أقل حاجة بسيطة الناس ممكن تتفجر. أنا داير أديكم حاجة قبل كم يوم حصل في الناصر. حصل في الناصر في خلال شهر واحد. الناس اللي كانوا متابعين أني يعني نشفي معلومات في مشاكل حصل في الناصر وسط الغوات بتاع الحكومة في الناصر. والحصل أنا خلينا أوريكم التجربة ده عشان أوريكم how it painful. والحصل ما بين غوات بتاع الحكومة براهم اللي هو غوات بتاع تاباندين وغوات بتاع سلفاكير. لكن you look الناس دي رغم إنه الغوات دي كان اتقلوا واحد من الناس بتاع الآيو في واحد من الشباب بتاع الآيو ديل قالوا ده زول مار بتاع الاستخبارات والواحد تاني زول النوراء وقال يا أخي الشغل ده يا أخي ده الناس دي الموقعين معنا اتفاق السلام أننا موقف نتغل الزول ده. المشكلة في ناصر اتقلبت بقى بين نوير ودينكا كلهم رغم إنهم بين جيش بتاع تابان دين وجيش بتاع كير شفتها بقى بين نوير ودينكا ده جيش في ناصر ده شهر الفات ده. الشهر الفات ده أنا ما جبت الموضوع ده هنا عشان نجي نتكلم عنه كويس عشان كده أنا دايرنا الشيرلو دايرنا الشيرلو شنو أنا دايرنا الشيرلو إنه الجيش الزايدة ما ممكن يخلق استقرار في جنوب السودان. شوف النازل دايرين تقلوا واحد الزول تاني نوراه وقال يا أخي الزول ده ما أنينا وقعنا السلام أنينا في ترتيبات الأمنية يتقلوا الزول اللي قال واحد من الشباب ده دينك دي قال والله يا أخي يوم داك دي الناس كان بيتقلوا في الناس قالوا نو nothing is like that أنينا في فترة بتاع السلام وجاب تقلوا وجاء تم إطلاق سراه وأصل مشكلة في الناصر كلكم شهدتوا لعد ما جاء تعليمات في جوبا والكويس الغايد رغم انه كان نويرا وزول اكيم جدا they control the situation طوال النازل انقسمت دنوير ددينك الجيش الزايدي we don't need this kind of army ولا دير الناس القاعدين ديل والقبليين الموجودين من ابناء جنوب السودان البيزة على ماشين نظرتهم للقبيلة you have to pay attention الكلام قاعد نقول you have to pay attention because اني هنا قاعد نتكلم في الدولة وقاعدين نقول الحقائق لازم نعترف لانه الجيش إذا كان ده جيش ده ناس تعبان وده ناس تأكير وده جيش بتاع جنوب السودان وتعبان وكير ده رئيس وده نائب إذا كان أقل الخلاف طوال بتقسم ودينك ونوير ما أنا والوضع ده still contaminated and الوضع ده still dangerous لأنه يحصل استقرار في جنوب السودان عشان كده قاعد نخاطب الحاجات دي إنه يا جماعة ضرورة إعادة صياغة المؤسسة العسكرية في جنوب السودان إنه يتم إعادة صياغة المؤسسة الموجودة هسه ده عشان ده اسمه مؤسسة عسكرية يعني ده اسمه جيش ده ما اسمه جيش بتاع قبيلة فلان ولا جيش تاع علان ولا جيش تاع قبيلة فلان ده اسمه قوات ده اسمه SSPDF اللي هو جيش قوات دفاع جنوب السودان جيش بتاع جنوب السودان معناه الجيش دي يجب أن تنبني على عقيدة عسكرية معناه كل الناس الموجود ديل القوات الموجودة داسة اللي بيحصل أي حاجة طوال وبنظر له من منطلق قبلي ده ما ممكن يعتمد عليه كجيش قومي في البلد ما ممكن يعتمد عليه كجيش بتاع جنوب السودان ده جيش مستوى تدريب ضعيف ده عبارة عن جماعات قبلية ده عبارة عن ميليشيات قبلية ما عندهم أي علاقة بأي مؤسسة عسكرية لأنه لو كان عندهم أي علاقة بمؤسسة عسكرية يفترض لمن ينشب أي خلاف هذه القوات تهتكم للمؤسسة العسكرية وتهتكم لعقيدتها العسكرية تتكم لغيرتها العسكرية وهذا ده ما قاعد يدوس ده ما قاعد يصل كويس ده ما قاعد يصل عشان كده هنا الحمية بتاع انه يحصل تدريب بتاع القوات في جنوب السودان والقوات دي اللي يدربوهم ويكون في سكرينينج ويختاروا الناس الفعلا اللي بيستحقوا ممكن يكونوا جيش في جنوب السودان يا جماعة أي أتلو ناس مشت قدام بالعواطف إنه نطبق الاتفاقية المشكلة ممكن ما يكون كير المشكلة ممكن ما يكون رئيس كير والمشكلة ممكن يكون ما يكون ديتورياك مشار والمشكلة ما ممكن يكون فاقان أموم والمشكلة ما ممكن يكون توماس شيرلو والمشكلة ما ممكن يكون أي واحد من جنرال ديل لكن لأنه التركيبة بتاع الجيش تركيبة قبلية تركيبة ضعيفة جدا التركيبة دي بنيت لأنه نازل تم الطريقة اللي استقطبهم بهم ما طريقة بتاع إنه الناس ذل دارين يجيبهم للمؤسسة العسكرية. وجمعنا this point we have to make it clear to ourselves, the people of South Sudan. إنه المعظم الحاس قاعد يصل أسا 3/4 بتاع الناس الموجودين الآن كجيش طريقة تركيبتهم وطريقة استيعابهم وطريقة الانضمامهم للمؤسسة العسكرية ليست الطريقة الصحيحة اللي يفترض أي إنسان دار ينضم لمؤسسة بتاع الجيش الشعبي لجنوب السودان تكون وفقا للوائح داخلية
ولي كود اوف كوندكت بتاع بتاع جيش جنوب السودان. This point we have to make it very clear. لانه التنشن between people of South Sudan والميليشيات ده tension is very high. الريفينج الاسبيريت بتاع الريفينج لسه موجود في جوانا كجنوبين. So لو ما قيادات مشكله ما ممكن يكون من رياق مشار، لكن مشكله ممكن يبدا من تحت بين القوات الموجود تحت ديل وبعدها تنفجر وتمشي لاعلى مستويات. And we need to avoid this. انا داير نركز على بعض النقاط وانا بعدها امشي في النقاط المهمه. عندك في البند 3 في اتفاقية نيفاشا بتاع ترتيبات الأمنية إعادة انتشار القوات، واحد قاعد يقول سيتم فض اشتباك وفص وتحديد معسكرات وإعادة انتشار القوتين وفقا لما سيتم فصله في اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل. وده الواقع ده فعلا خلانا إنه اتفاقية نيفاشا ينجح وما يكون في اشتباكات متكررة بالذات وسط عساكر أو وسط القوات، غير نقاط بسيطة قوات بالذات الجيش بتاع السودان وكذلك الجيش الشعبي لتحرير لجنوب السودان، لأنه كان في خطة واضحة، في خطة واضحة إنه القوات دي عشان ما يحصل أي انفلات وما يحصل أي أرب لازم يتم الخطة بتاع الانتشار لازم يكون واضحة. هذه الخطة بتاع الانتشار في الاتفاقية بتاعت الـ RRCS بتاعت 2018 12 ديسمبر سبتمبر 2018 غير موجودة، حكومة غير رضيانة بذلك، وأنا بيجي أتكلم عن ده بعد شوية. فيما عاد القوات التي سيتم نشرها لوحدات المشتركة والمدمجة فإن بقية القوات المسلحة السودانية المنتشرة حاليا في جنوب السودان سيعاد انتشارها لشمال حدود بين الشمال والجنوب كما في حدود 1-1-1956. وده كان مهم، وفعلا حكومة السودان within 6 months التزمت والآن وفعلا سحبت كل القواتها اللي كان خارج الإطار بتاع القوات المشتركة سحبهم. طيب الاتفاقية بتاع RRCS قال شنو؟ القوات بعد السكرينينج بيحصل السكرينينج، الناس اللي من يعملوا لهم المسح ما عندهم الأهلية، ممكن يكونوا جيش بتاع جنوب السودان ده بيتم طوالي إطلاق سراحهم من كل الأطراف، إن كان من قبل مثلا الحركة الشعبية في المعارضة بغير دكتور ياك مشار ولا وسوما وسوا او حكومه جنوب السودان، لانه ده اصلا جزء منه ملكيه، ده يفترض طوالي يتم اعاده ده يتم تصريح الملكيه ده يتم تصريحهم ما عندهم الاهليه ممكن يكونوا جزء من الـ من الـ من الـ من, الـ من الجيش. والنقطه ده في الاتفاقيه بتاعت RRCS ما موجود، وانا بيجي بثبت لكم بعد شويه لهسه ما تم. شوف الثمانية شهور الاولى وستة شهور الثانية والمية اليوم الثانية لم يتم أي حاجة، ما في سكرين تم، ما في أي حاجة تم، حكومة زادوا ما دخل قواته في معسكرات، ده كله I'm going to talk about this. حكومة جنوب السودان في 2005 اتعهدت الحركة الشعبية بغيار دكتور جونغرن، اتعهدت على نقطة مهمة جدا انه تتعهد الحركة الشعبية جيش الشعب لتحرير السودان بانها ستقوم باستيعاب السودانيين ذوي الاصول من جنوب السودانيين وعاملين حاليا في قوات المسلحة السودانية بجنوب السودان والذين سيتم تصريحهم وذلك في مؤسسات مختلفة لحكومة جنوب السودان مع المسرحين من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان. ده سيم النقطة اللي انا جبته ليه؟ الناس اللي انت اتصريهم اللي بتم تصريهم الان، لانه ديل لو تم تصريهم من دون انهم يشوفوا لهم شغل ويشغلهم ديل ممكن يبقوا عقبه ثانيه في جنوب السودان، لانهم ديل ريزول بيرف يدوك سلاح كويس من كل الاطراف، العايو سوا كذلك القوات بتاع الحكومه الميليشيات الناس الافتر سكرينينج. وبالمناسبه حسب التقارير بتاع جيمك حكومه بتاع جنوب السودان they are avoiding
الحته بتاعت انه يحصل سكريننج للغوات. وان ام كامن تو توك اباوت ذس. وانا انا 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 برجع للتقارير بتاعت جيمك, بالتقارير بتاعت الرئيس بتاعت جيمك, حكومه بتاعت جنوب السودان they are avoiding انه يحصل سكريننج للغوات بتاعهم. عشان كده حتى الان ما شالوا الغوات بتاعهم ودخلهم للمعسكرات. ليه؟ لانه they want to keep all those forces and militia that they want to keep them. But the question is, لماذا تريد حكومة جنوب السودان إبغاء هذه الميليشيات من المفترض إنهم ديل كلهم يتم تصريحهم؟ مع حكومة جنوب السودان الآن العيو والسوى أن الغوات كلها دخل الغوات بتاع المعسكرات. 36,000 جندي القاعدة في المعسكرات ديل غوات بتاعت العيو والغوات بتاعت السوى. حكومة جنوب السودان لم تدخل غوات للمعسكرات, وأنا جاي نتكلم عن ده, وده حقيقة. ده دانينا دايرين نعالج مشكلة عشان ما الناس ما تفهمني غلط. ده حقيقة, ده حقيقة حقيقة ما يحدث الآن. عشان كده الناس لازم تفهم, أنا لازم نركز على النقطة ده. People need to understand إنه why we are talking about the security arrangement. النقطة الأخيرة عشان أنا نمشي للنقاط بتاعتنا, عشان نمشي للنقاط بتاعتنا هنا في أنا داير أشير لها في النفاشة اللي هي أنا زي ما أنا قلت قبل البند السبعة القاعد يقول لا يسمح لأي مجموعة مسلحة متحالفة مع أي من طرفين بالعمل خارج قوتين المسلحتين. اتفق الطرفين على أنه يمكن دمج المجموعات المذكورة في البند 7 ألف علىه والتي لديها الرغبة والأهلية يمكن دمجها في القوات النظامية لأي من الطرفين جيش وشرطة وسجون وحماية الحياة البرية على أن تتم إعادة استيعاب بقية في خدمة المدنية والمؤسسات المجتمع المدني وبالمناسبة وده كان شرط ساعد على انه نفاشة تنجح, لانه لو المجموعات دي كان تريجر هذه المجموعات خارج القوتين ديل كان ممكن يخلقوا اي عدم الاستقرار ان كان في الجنوب وبالذات في الجنوب, لانه معظم المشاكل كانوا في الجنوب. السودان الواز اندر كنترول ميليشيات بتاع ما ده كان ديل يا ناس الجايب. النقطه ده غايبه الان في اتفاقيه بتاعت اتفاقية الآر آر سيس الآن تنشيطية بتاع جنوب السودان. وده الحتة اللي يفترض يصل فيها عملية بتاع السكرينينج. ده النقطة اللي أنا داير أشير لهم, نقاط اللي أنا كنت داير أشير لها في الـ في الـ في الـ في الاتفاقية اللي أنا كنت داير أشير لها في اتفاقية بتاعت نفاشة عام 2005. خلونا نجي في تقارير بتاعت الار ار سيس. انا داير اشير له للناس المشاهدين وبعدك انا ادي فرص للناس اللي قدام. انا داير اشير لستيتمنت بتاعت ستيتمنت باي هيز اكسلنسي امباسادور روتيتن جنرال اغوستينو اس كي, هو طبعا ده الرئيس بتاعت الانتريم شيرمان بتاعت آر جيمك. الخطاب بتاعه ده يوم 17 ديسمبر يوم 17 ده كان خطاب بتاعه في الاجتماع السنوي, آخر اجتماع لجيمك ونينا ماشين لشاري ماشين للسنة الجديدة اللي هو 2020. أنا داير أشير للخطاب ده للناس اللي قاعدين يشاهدوا اللايف فيديو ده, والخطاب ده أشير له وأنا برجع للخطاب بتاعه في الاجتماع بتاعت الجيمك في أول شهر 1 2020. وأنا داركم تلاحظوا في نقاط مهمة جدا, عشار له في ثلاثة خطابات لعدي آخر الغمة الأخيرة في أديس أبابا, لعدي الغمة الأخيرة بتاعت الـ 34 بتاعت إيجادة. عشان في ثلاثة نقاط مهمة, وأنا ما داير أشيل أقرأ الخطاب كله, أنا داير أشيل لنقاط مهمة. النقطة نمر واحد أنا داير أشير له في خطاب بتاعه في بند نمبر 3
الان ده كمان ده شهر 12. انا داركم انا داركم تشيت انتبهوا للكلام ده كويس. ده انا ده نقرا البند ده. قال before the midterms review, الميدترم بتاع الميليوم review that represent the halfway mark of the 100 days extension period that began on 12 November 2019. This is going to be our last meeting of the year 2019. It is deeply regrettable. It is deeply regrettable that implementation of the activities of the pre-transitional period have failed. The kalam bita Edward, the kalam bita Rais bita Jima. Al-kitab da, galu fil ijtima fi Juba in front of the kulla parties. Bima fiu hakuma junuba Sudan. Lanu al-hakuma junuba Sudan, main dunia innu hum yutabugu itifaqe. Bazzat al-tartibat al-amniya. I have to make this clear. Fatar al-fad da kullu ma rakazna fi da. لكن انا بركز على نقاط داس للمشاهدين and even to the international community. Have failed live up to expectation. النشاطات بتاع اللجنة بتاع pre-transitional period فشل للمستوى طبعا ما كان فوق التوقعات بتاع الناس. انا ما دار اشير لحاجات الكثير كلها, انا بس دار اشير لحاجات مهمة. أشار في آخر في الاجتماع آخر اجتماع لجيمك في سنة 2019 آخر اجتماع بتاع جيمك أشار له وقال هو أشار هنا إنه هنالك ثلاثة نقاط مهمة هو unification of necessary forces. واحدة من النقاط الأتى الآن كان مشكلة في آخر اجتماع بتاعهم هو عشان الناس ما يجي كذب يقول لا يا أخي القوات دي مش الميدان وفي توحيد بتاع القوات وفي ده في حاجات كله. I will come and talk about this. ده كله ما في. These are the unification of necessary forces واحد and their timely implementation require political will. Political will there from Munmunu. There is political will. It's require political will from who? From the government of South Sudan and the part that those are the partners, those they signed the RRCs. لكن المشكلة كله ال political will it was requiring from the government of South Sudan because the government of South Sudan they were delaying the payment بتاع القروش. قالوا نحن دفعنا يا جماعة 40,000 وانيك مايكل مكوي لويب وطبعا أنا ما قال أنا قلت لكم من ذاك طبعا أنا ما احترامي له وسنين في وقف العدايات والناس في سلام لكن طبعا هذا الرجل بقول اللي بيجي في راسه بس he don't talk sense. بقول أي حاجة بيجي من راسه ده مايكل مكوي ده بيجي بقوله طبعا you can make anything في راسه كان جاء بس depending government you will say. قال نحن دفعنا 40 مليون دولار 40 مليون ولا 40 whatever let me check it here كويس. وهو ذاته الرئيس بتاع الفريق أول أنتوني قال شنو أغوستينو قال هو طلب من الرئيس بتاع pre transitional period من توت كيو إنه توت كيو اللجنة يجيبوا الرود ما بتاع التوزيع بتاع القروش اللي دخل لهم ما قدموا أي تقرير. Let us be honest, الجنوبين we don't defeat ourselves and then قاعدين ما نقول نكذب على البعض. This is a reality. People need to accept this. قال هو طلب إنه يجيبوا تقرير لعادي عشان timely حتى التوزيع بتاع القروش ده توت كيو ما هو ال pre-transitional period committee ما ودى تغيير بتاعه لجيمة. فهو قاعد يشير هنا ده في الاجتماع ده ذاته إنه حكومة جنوب السودان تم الاختيار منه دفع 16 مليون وليست 40 مليون كما كذب الناطق الرسمي والوزير بتاع مجلس الوزراء بتاع حكومة جنوب السودان. And we talk about this. طبعا ياو بيقول لك العرب بيقول لك والله يا زول ده قال هذا الرجل انه يجيد النفاق وكذب. فعربي ثاني واحد اسمه عثمان قال ولماذا يا بني انت تستغرب الا تعلم ان الكذب
والنفاق هي شيمة الأولاء. ألا تعلم يا بني إن الكذب والنفاق هي شيمة الأولاء؟ ما هو كده يعني يا إنت قاعد تقول إنه زول قاعد كذب قال لك تمام تعلم منه ده is part of his behavior. ده سلوك بتاعه زيادة جزء من حياة بتاعه. So أنا لا أستغرب أصله مايكل ماكوي ومارتن اللي لمرو أنا أكشف المثل العربي للسين إنه ألا تعلم لماذا تسأل عن أولاء؟ ألا تعلم إنه أولاء النفاق والكذب والدجل شيمة الأولاء؟ ما في حقيقة حقيقة ما في ليه؟ لأنه الكسران هو المواطن البسيط اللي بيقشه وبصدق. النازل قال أننا دفعنا 40 مليون يعني زول ما بيخجل تيجي تكذب للكل الانترناشنال كوميونيتي and they are observing you. وده ما حقيقة. أنا كذب زي خايته يعني عشان كده أنا صدقت كلام بتاع العلي ابن حسين إنه فعلا لا تعلم من الكذب والنفاق هي شيمة الأولاء. لأنه إذا فعلا إذا ده الكذب والنفاق ليست شيمته لما كان وخرج وتحدث جهارا عن شيء لم يحدث. لما كان خرج وتحدث عن شيء لم يحدث على الإطلاق على الإطلاق. لكن لأنه شيء طبيعي جدا يعني ما في خجل ما في فضيحة وكده زو بيشوف كده والله إنه هاي الكذب ده كده عادي نورمال يعني. So ده هنا